محمد محمود الحسيني، ألعب كرة يد نادي خيطان تحت 17 سنة. قصة دخولي حق كرة اليد إن كنت قاعد مع صاحبي وكنت قاعد أسأل إن إذا في إمكانية أدش مع النادي، وساعدني ودخلني مع النادي ولما الحين كملت الحمد لله. في البداية إن خذاني الكابتن قاعد يجربني إن شوت على الجول وأسوي دربل وكل شيء يعني كلاعب، وجربني كحارس وشاف إن إمكانياتي بالحراسة أحسن من إمكانياتي كلاعب، فكملت أنا كحارس ولما الحين الحمد لله. في نوعين من تمارين حق الحارس اللي يكون مع اللاعبين، وفي تمارين خاصة. التمارين اللي تكون مع اللاعبين اللي هي في بداية اليوم إن أسخن مع اللاعبين وأركض معاهم وأسوي سترتشات معاهم كل شيء معاهم، بس تمارين تكون خاصة حق الحارس اللي هي تصويب على الجول وتركيز ردة فعل سرعة ومرونة، هاي تكون كلها تمارين خاصة حق الحارس، تكون مع مدرب خاص وإمكانيات خاصة حق اللاعب نفسه. أفضل إنجاز حققته كبداية مسيرتي في نادي خيطان أن كنت تحت 13 سنة كنا بنحقق المركز الثالث، بس قدر الله ما شاء فعل صارت الكورونا وخربت علينا كل شيء، وقفوا الدوري ما حققنا المركز، وردينا بعد قطعة سنتين. كان في شوية صعوبة بالرجعة، بس الحمد لله قدرنا نقوي نفسنا ونرجع حق اليد بكامل قوتنا، وحققنا مركز السادس، وإن شاء الله موسم اللي بعده ناخذ مركز أحسن وناخذ ميدالية ونرفع رأس أهلنا. أفضل مباراة لعبتها كانت ضد نادي كاظمة، أول مباراة بالموسم، كانت موسم تحت 15 سنة، وبالنسبة لي إن هي كانت أفضل مباراة لأن كانت في تنافس قوي بيننا، كان مثل الشوط الأول كان الفرق واحد وبعدين خذينا الفرق 7 وكانت المباراة من صالحنا الحمد لله. كصداتي حق المباراة والكور اللي صديتها وعدد الكور اللي صديتها كانت وايد زينة حق واحد توا راجع من سنتين وأول مباراة من سنتين قطعت كورونا. إذا كان طبعا الحارس، في حارس أساسي وفي حارس بديل، وطبعا بالتمارين تكون في منافسة بين الحارس والحارس البديل، بس إن تكون منافسة بين صديق وصديق يعني ما يكون في حقد بيننا، هذا أهم شيء كزملاء، بس إن المنافسة تكون قوية كتمارين، وإن الكابتن يشوف من يصد أكثر، من إمكانياته قاعد تتقوى، من قاعد يصير أقوى بالتمارين، فإن هذا الشيء يعني يصير في تنافس بيننا وكل واحد يبي يصير أحسن من الثاني، فهذا الشيء يبني بنية قوية حق اللاعب ويحاول يطلع كل اللي عنده عشان يبين نفسه ويبرز نفسه بالتمرين بالمباراة، ويتمنى أن يدش المنتخب والناس تشوفه. طبعا الحارس بالمباراة نفسها مفروض يكون متفاهم مع كل لاعبين، يعني هو في 7 لاعبين بالمباراة، أنت كحارس لازم تتفاهم مع 6 لاعبين قدامك بالدفاع بالهجوم، تمركز اللاعبين، تشوف اللاعب وين واقف وين مو واقف، واقف صح واقف غلط، تحاول تنبهه وتكون مركز بالكرة وتكون مركز باللاعبين والدفاع وشون طريقة الدفاع، وإن توجههم تكلمهم. فالحارس لازم يكون متفاهم مع كل اللاعبين سواء كان لاعبين أساسيين لاعبين بدلة، أنت حارس راح تلعب مع كل لاعبين النادي، فلازم تكون في تفاهم بين الكل وما يكون عندك خوف، لازم تكون واثق من نفسك وتصرخ وتسولف وتتكلم مع الكل توجه الكل عشان الفريق كله يصير أحسن ويصير في تفاهم وتحققون الفوز. احنا كلاعبين يد نحتاج عدة امور، كمصالات جديدة، دعم فني دعم مالي، ونحتاج معسكرات عشان نقوي من لياقتنا وننظم وقتنا، ونحتاج على تغطية الاعلام عشان يحفزونا ويعطونا تحفيز قوي حق المستقبل، وإن شلون راح نتعامل مع الناس بالمستقبل وكذا في لقاءات ثانية أو أشياء مثل هذه. أنا اخترت اللاعب علي صفر إنه يكون قدوتي في لعبة كرة اليد لأنه هو احترف بأوروبا، فأنا يعني من طموحي إن احترف نفسه بأوروبا واحترف بأقوى الأندية وارفع رأس الكويت إن شاء الله. طموحي في لعبة كرة اليد طبعا وايد طموحات، بس الأبرز منها إن
نلعب مع المنتخب، أوصل كأس العالم، أسوي إنجازات جديدة كلاعب صغير توا يحترف، ناخذ جوائز عالمية ترفع رأس الديرة، ترفع رأس الكويت، ترفع رأس أهلنا، رأس النادي، تساعدنا تحفزنا وكذي. بالنسبة للتغذية طبعا وايد مهمة كلاعب رياضي، إنه يحتاج يقوي جسمه ويحتاج يقوي لياقته. اللياقة ما تجيب بس بالتمارين، تجيب بعد بالأكل بالتغذية، وإنه يحتاج كتقوية حق الجسم، العضلات، تحمي من وايد أمراض، أمراض قلبية، أمراض عضلية مثل التمزق والخلع. فالتغذية وايد يساعد، مثل أكل الفواكه، الألياف، البروتين، هذه الأشياء تساعد الجسم على أنه تصير قوي وصالحة حق بنية رياضية ولعبة قوية، خصوصا أن اليد فيها تشابك وايد بين اللاعبين ودفع وقوة واحتكاك بين اللاعبين، فيحتاج تغذية قوية عشان يقوي لياقته ويقوي جسمه ويحمي من الإصابات. حارس اليد إذا كان بيتميز طبعا الطول راح يساعد أكيد، بس إذا ما كان الحارس طويل، يعني هذا ما فيه، يعني أنا مو طويل، فلازم يشغل مخه، يركز، يكون عنده تكتيك خاص، سواء أنه من مدرب هو ألفه، هو شاف أن التكتيك هذا ينفعه فيستعمله بالمباراة، ما يتعب، إذا تعب يظل مركز علشان يصد كور أكثر ويساعد الفريق، ويكون عنده قوة بإيده إنه يوصل الكرة من الجول لمن آخر الملعب عشان يسوي مثل فرصة فاست بريك. لازم يكون متفاهم مع لاعبين الجناح، ولازم يطالع الملعب كله ويشوف اللاعب وين يروح وين يروح وين يروح وين يرجع، ويمرر له ويساعده ويوجهه. أنا أنصح اللي ما يلعب رياضة يلعب رياضة، وأنصح الكل أصلاً يلعب رياضة، لأن الرياضة تساعد الإنسان في تفادي الإصابات، تفادي الأمراض قلبية جسدية، وبدال ما يضيع وقته بأشياء تافهة يقدر يضيع وقته بالرياضة، ويقدر من وقته إذا شاف شيء زين حقه يحقق إنجازات بدال قاعدة بالبيت وتضيع الوقت على أشياء تافهة. اسمي عثمان سامي المانع، ألعب كرة قدم، عمري 12، صار لي ألعب كرة قدم سنتين. اللي خلاني أدش كرة قدم أشوف وايد مباراة بالتلفزيون وايد لاعبين أحبهم، فدخلت لعبت كاراتيه وكيك بوكسينج وسباحة. اللي خلاني أحب كرة قدم لاعبين والكوتش واللعب. شاركت بطولة ضد نادي القادسية، أنا مركزي بالفريق الحارس، الوظيفة حق الحارس يطلع الكرة برا ويصيد ويخيد الكور، ما يخلي وايد أقوال الدش. في تدريبات لاعبين يشوتون علينا ولازم نصيدهم، تعلم نشوت عشان نوصل اللاعبين، واللاعبين يشوتون عشان نتعلم أكثر، شتون علينا ولازم نصيد. أضبط نفسي بالفريق، أسمع الكابتن وأتواصل مع اللاعبين. أول شيء أروح المدرسة الصبح، أرد بعدين أدرس شوية، أروح النادي بعدين أرد أدرس بعدين أنام. قدوتي حارس أليسون، فريق مفضل ليفربول، أكثر ناس يشجعوني عائلتي وأكثر شيء أبوي، أشكر عائلتي كلها وأمي وأبوي أكثر شيء. أنصح اللي ما يلعبون رياضة يلعبون حتى ساعة، يلعبون وما يأكلون أكل وايد اللي مو صحي.